السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناتي شمل الطبخ. اليوم إن شاء الله راح ندير وصفة تاع ليمونة، راح ندير كمية صغيرة. إذا نبدأ بسم الله. خرج لنا قيس خبزة هكذا كبر، عندي حبة بيض، زوج كيسان فارينة، 240 مليلتر الكاس هكذا، زوج معمرين، زست عليه ليمون ولا تاع برتقال اللي كاين. انا عندي شويه هنا راه كونجلي، زوج مغارف كبار تاع زيت، ملعقه خميره الخبز، بصح ماشي معمره هكذا بلاطي، ماشي معمره بزاف. شويه فانيليا، شويه لافاني تاني، تلت مغارف كبار تاع سكر، رشه تاع ملح، قولوا حوالي هذا رشه شابه تاع ملح، وزيدهم غرفه تاع لحظه الى ما كاش نعجنوا بالحليب. غرفة لهدا كبيرة. بسم الله نبداو نعجنو. عندي كاس تاع 240 ملل، ندير نص كاس، الما يكون شوية دافي ماشي حاجة، ولا يكون بارد كيما حبيتو، كيما حنا رانا في الشتا من الأحسن نديرو شوية دافي. حوالي دقيقتين نخلطها هكذا باش تخلطوا مليح المكونات تاعي، ولا كان عندكم البيتر راهو يدور وحده بيان سور. إذن دوكا هكذا نزيدوا له حوالي ملعقه تاع مارغارين، زبده ولا مارغارين اللي كانت عندكم، ونكملوا ندخلوها في لاباط. مع لاباري تاع بريوش نفس الشيء. اذا هاوليك القوام تاعي كيفاش يجي، يجيكم شغل هكذا خفيفه، ماشي ديك اللي تلاصق بزاف وماشي ديك اللي يابسه. دوك نخلوها واحد تخمر مليح ومن بعد نجيو نخدموها. اذا هكذا كي خمرت العجينه تاعي، عندي شويه باك فارينه، بسم الله نحبطها. نقشها كامل، نحبطها، نورها بيدي باش تجيني سهله الخدمه تاعها برك، باش ما تعينيش بزاف. واش ندير؟ نجيب سليوه قبل، ندير فيها شويه فارينه شي حاجه برك، ونرفد العجينه تاعي نحطها لداخل هكذا، نسقمها هنا. نديرها مدورة باش ما نوقعش نزيد لها الفارينة ونفتحها بالحلال، ومن بعداك هكذاك يصير لي مشكل، سكح زيد تشرب لي الفارينة تما تولي ثقيلة شوية. هذه هي الطريقة السهلة كامل، سك نخدمها فوق سنيوة. دوكا هكذا نعاود ندخلها، نخليها تخمر وحدها زيد تطلع مليح باش نجي نطيبها. اذا هكذا بعد ما خمرت مليح شوفوها كيفاش طلعت. دوكا نجيو نديرو لها البيض، بسم الله نخلطوها مليح ونجيو ندهنوها مليح بلا ما نطيحوا لها الخميره تاعها غير بالعقل. بسم الله لما كاش البيض ديرو شويه ما مع الكاكاو، باش متوفر البيض شويه ما مع الكاكاو ولا القهوه هكذا.
ندخلوها في فرن 160-180 درجة على حسب الفرن تاعكم. انا نطيبها 160 باسكو قاوي شوية، نص ساعة 35 دقيقة هذا كي طلع تنفخ مليح، نطفيها من تحت نشعلها من فوق باش تحمر. اذا دوكا بسم الله نجيو نخدموا الكريم باتيسير تاعنا. عندي شوية مايزينا، زوج كيسان تاع حليب. انا راح ندير الماء باسكو ندير لحظة، ماشي متوفر عندي الحليب، ندير الماء واللحظة. إذا مكانش عندكم متوفر الحليب ديروا الماء هكذا زوج، حوالي 3 مغارف تاع لحظة، 3 مغارف كبار هكذا. نزيدوا لها حوالي على الأقل 3 مغارف كبار تاع السكر، 3 مغارف كبار تقدروا ديروا 3، تقدروا ديروا 4، 5، كل واحد كيفاش يحب الحلاوة، هي 3 تكفيكم. هذا نزيدوا لها حوالي ملعقة كبيرة هكذا ونص، ملعقة تانية ماشي معمرة بزاف، كنديرو جوج ملاعق كبار تجيكم بزاف حكمة روحها. ونزيدوا لها حبة بيض، نخلطو كلش لهنا. نحطوها فوق النار تغلي، هكذا فوق النار نبقى نخلطو. إذا هذا كي قريب تعقد نبقى نخلط. هذا كي عقدت نطيبها حوالي دقيقة برك فوق النار. إذا هكذا نزيدو لها مغرفة تاع زبدة هكذاك وندخلو فيها الزبدة هذيك باش تعاود تلق روحها كيما يقولو. إذا هاي ليك لامونة تاعنا، بعد ما طابت خليتها تريح حوالي ساعة، طيب من تحت ما تخلوها تحمر من الفوق وتخرجوها. دوكا نجي نقطعوها على زوج، بسم الله. كنقطعوها سخونة تجيكم معجنة لداخل. هكذا بسم الله، ونجو نديرو الكريمة تاعنا اللي راهي واجدة وديرت فيها، خلوها تبرد لاكريم داخلها. بسم الله نمشيوها فيها كامل. هكذا برك ونحطو فوقها خوتها، بسم الله. وكا واش نديرو، نخلوها تبرد مليح في الفريجيدار، من بعد نجيو نزينوها ونقطعوها. هذا بسم الله، من بعد ما بردت نجيو نديرو لها غير شويه سكر كلاص هكذا من الفوق. تقدروا تاني ديروا لها شي كولا، تاع اي حاجه سكر كلاص ما اقتصاديه بالخف. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. بسم الله. لامونة وكاجو، صحتكم.